في بطولة دوري نجوم الكيو ام بي عقطة وعنده امكانية الانتصار في مباراة اليوم ليذهب الى المركز الثالث اعلى نادي العربي بنقطة. كرة تلعب تسديدة وعلى الخاصة الجزائرية الرصاصة الجزائرية للملكة القطرة على اليسار لصالح يوسف بلايلي بشار يوسف تناقل كرة من سيسدد من سيتلك القطرة ويفتتح التسجيل بلايلي 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 ولكن الحائط البشري لينتشل نادي قطر من هذا المركز. يا سلام على التمريرة خطيرة الآن لصدنا مباراة مثل هذه ستنتهي بالتعادل السلبي ولكن من سعود النصر كرة متعودة على اليسار محاولة من بلايلي بلايلي يلعب كرة عالية كرة بتعود مرة أخرى لي يوسف بلايلي على اليسار واحد على واحد مع عثمان. يا سلام على التمريرة هذه قطر ولكن عالية عالية الكرة الماضية كما ذكرت جد صندالة حازم أحمد شحاتة وسعود إبراهيم النصر وناصر اليزيدي صندالة حازم أحمد شحاتة وسعود إبراهيم النصر وناصر اليزيدي ليأخذ هدية الأهلاوي في مباراة اليوم. هل يستغل الهدية الأهلاوي ليأخذ هدية الأهلاوي في مباراة اليوم هل يستغل الهدية الأهلاوي؟ ربع ساعة أولى من شوط المباراة الثاني والسيطرة والكروية خروج يوسف بلايلي نعم يعاني من دخول اللاعب سالمين عتيق الرماحي.